سلام مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا مجددا في درس جديد من دروس شروحاتنا. قبل ان نبدا الدرس صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، دعمونا بزر لايك، وصلونا الفيديو هذا على الاقل 200 لايك مع الاشتراك في القناه ان استفدتوا من هذا الدرس. اذا كما هو موضح في عنوان الفيديو وايضا في الصوره المصغره، اليوم سوف اشرح لكم كيفيه وطريقه اعاده ضبط المصنع في جميع اجهزه الاستقبال ستارسات ميني. ستارسات ميني معناها الاجهزه الحامله للسيرفر فانكام. نذكر على سبيل المثال الجهاز الذي لدي الآن، جهاز ستارسات SR4080HDXRM. هذا الجهاز يعتبر من أجهزة ستارسات ميني، ولديه العديد من الأجهزة الشبيهة لهذا الجهاز. نذكر على سبيل المثال جهاز ستارسات SR4070، جهاز ستارسات SR2090HDVGA وغيرها من الأجهزة الحاملة للسيرفر فانكام. راح تلقوا درس مفصل حول إعادة ضبط المصنع في جميع أجهزة الاستقبال ستارسات. راح تلقوا أهمية إعادة ضبط المصنع، دوره في جهاز الاستقبال، وأيضا راح تلقوا كل الأجهزة التي تنجح مع هذه الطريقة، وأيضا إعادة ضبط المصنع في جميع أجهزة الاستقبال ستارسات أيا كان نوع السيرفر الخاص به. لهذا أنصحكم بالدخول إلى هذا الدرس. وأيضا قبل أن نقوم بهذه العملية، تأكدوا من أن تقوموا بسحب ملف قنواتكم أو استخراجه في فلاش ديسك. يعني قبل ما تقوم بإعادة ضبط المصنع لازم عليك تسحب ملف القنوات الموجود في الجهاز. بعد ما تعيد ضبط المصنع تستطيع استرجاع ملف قنواتك بالدخول الى الفلاشة الذي قمت بسحب ملف قنواتك فيها وتمرير ملف القنوات القديم الذي كان لديك، لانه اعادة ضبط المصنع معناها تجعل الجهاز الخاص بك كأنك اشتريته جديد، معناها فرمطت الجهاز. اذا اول شيء راح نقوم به الان، راح نشرح لكم كيفية وطريقة سحب ملف قنواتك في اجهزة ستارسات ميني الحاملة لسيرفر فانكام. شوفوا معي الخطوات. اول حاجه تقوم بوضع الفلاشه في منفذ الاي اس بي الخاص بجهاز الاستقبال. اذا بعد ما وضعت فلاشه في منفذ الاي اس بي الخاص بالجهاز، الان سوف اريكم طريقه سحب ملف قنواتكم. اول شيء تقوم بالدخول الى الميني بالضغط على زر الميني، تتوجه مباشره الى خيار اكسبانسيون او خيار اي اس بي كنترول الخيار الرابع، نقوم بالدخول اليه ثم نختار ميني اي اس بي. الآن سوف يدخلنا مباشرة إلى الفلاشة الخاصة بنا. بعد ما دخلنا إلى الفلاشة، كل ما عليك الآن تقوم بالضغط على هذا الزر، الزر الأصفر الموجود هنا، تيليشارجي أو تحميل. ثم بعدها تقوم باختيار إبلود داتا. الآن بعد الضغط على إبلود داتا، معناها سوف تقوم برفع جميع البيانات حتى القنوات الموجودة في الجهاز بنفس الترتيب ونفس الأقمار إلى الفلاشة الذي قمنا بوضعها في منفذ إي إس بي. يعني سوف نقوم باستخراج ملف قنوات بنفس الترتيب والأقمار التي هو عليه الآن. نقوم بالضغط على Upload Data، ثم بعدها نقوم بتأكيد العملية باختيار وي نعم. إذا كما ترون Uploading Data، ها هو ملف القنوات الذي قمنا باستخراجه في فلاشة من هذا الجهاز. الآن بعد ما قمنا بسحب ملف قنواتنا، نتوجه إلى الخطوة الثانية وهي إعادة ضبط المصنع لهذا الجهاز. راح نتوجه مباشرة إلى الخيار الثاني Organization du Service، نقوم بالدخول إليه، ثم نتوجه مباشرة إلى الخيار الرابع أو الخيار الخامس Valor par Default. Valor par Default، تأكدوا من اختيار اللغة الفرنسية في جهازكم باش تفهموا عليا. إذا ما لقيتوها، إذا كانت اللغة العربية راح تلقوها ضبط المصنع. Valor par Default، نقوم بكتابة الكود اللي هو 4 أصفار. بعدها من هنا تستطيع اختيار نوع إعادة ضبط المصنع الذي تريده، سواء كان فرمطة الجهاز كليا، فرمطة القنوات، فرمطة قنوات الراديو أو حذف كل قنوات الراديو، وأخيرا حذف القنوات المشفرة فقط. إذا راح نقوم بإعادة ضبط المصنع الجهاز كليا، نقوم باختيار تو، ثم هنا سوف يخبرنا هل متأكد أنك سوف تقوم بإعادة ضبط المصنع. إذا أردت الإكمال تقوم باختيار وي. بهذه الطريقة سوف ننتظر قليلا إلى غاية ضبط المصنع او اعادة ضبط المصنع او فرمطة الجهاز كليا. اذا بعد فرمطة الجهاز سوف يطلب منك اختيار اللغة، لغة الميني، لغة الصوت، لغة الترجمة. اذا سوف اتركها كما هي بالانجليزية او سوف نقوم بتغييرها الى الفرنسية كما كانت من قبل. ثم هنا سوف تقوم باختيار الوقت، الوقت في الجزائر هو بليس ان غرينيتش، ثم بعدها تقوم بالخروج والضغط على اكزايت بهذه الطريقة. اذا بعد الخروج من قائمة اللغة واختيار الوقت،
راح تلقاو باللي القنوات الخاصه بكم كلها محذوفه بعد اعاده ضبط المصنع. اذا كما قلت لكم هذه هي طريقه وكيفيه اعاده ضبط المصنع. الان سوف نقوم بتمرير ملف القنوات الذي قمنا بسحبه في فلاشه باش هكذا نرجعوا القنوات كما كانت عليه من قبل. نقوم بالدخول الى ESP كنترول ثم ميني ESP. اذا بعدها تبحث عن ملف القنوات الذي قمت باستخراجه الى فلاشه، نقوم بتمريره مباشره باختيار نعم او وي. لا تلمس اي شيء حتى يكتمل تمرير ملف القنوات، هذا الشيء مؤكد ومفروغ منه. بعد اكتمال تمرير ملف القنوات راح تلقاو القنوات الخاصه بكم مثل ما كانت عليه من قبل وبنفس الاقمار ونفس الترتيب التي كانت عليه. اذا في هذا الفيديو كما شفتوا شرحنا اعاده ضبط المصنع وايضا سحب ملف القنوات او استخراجها في فلاشه في جميع اجهزه ستارسات ميني الحامله للسيرفر فانكام. اشكركم على المشاهده، ان استفدتم من الدرس لا تبخلونا بزر اللايك والاشتراك في القناه وشكرا.